بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم العصبة بالنفس، والعصبة بالغير، والعصبة مع الغير. العصبة بالنفس والعاصب بنفسه كالأخ والعم وابن العم وهكذا، والابن وغيرهم. العصبة مع الغير والعصبة بالغير، ما هما الذي يكون هو عاصب بنفسه مع غيره، عاصب بغيره وعاصب مع غيره؟ العصبة بالغير هو الذي يكون عاصبا بسبب الغير، حيث أن الغير عاصب وهو مثله. الأخت مع الأخ، البنت مع الابن، هذه تسمى عصبة بسبب غيرها. أما العصبة مع الغير فهي تكون عصبة مع هذا وهو لا يكون عاصب. فالأخت مع البنت، البنت ليست عاصب، وإنما الأخت معها تكون عاصبة. الابن لا يكون عصبة مع الغير، وكذلك البنت لا تكون عصبة، وإنما هي عصبة، وإنما الأخت عصبة مع الغير. فإذا وجدت بنت وأخت شقيقة فإنها تكون عصبة معها، إذا وجدت البنت والأخت لأب فإنها تكون عصبة معها. فمثلا عصبة مع الغير هي الغير، هل تكون عصبة الغير؟ لا، الغير ليست عصبة، وإنما هي تكون هذه عصبة معها. الأخت مع البنت، الأخت مع البنت تكون الأخت عصبة مع البنت دون أن تكون العصبة مع البنت أخت. عصبة أخت، هلك هالك عن أخت وبنت، هلك هالك عن أخت وبنت. الأخت عصبة تأخذ ما أبقت الفروض. وهل تكون البنت عصبة معها؟ لا. البنت مع الابن تكون عصبة بالغير، يكون الأخ عصبة والأخت معه عصبة كذلك. يكون الابن عصبة والبنت معه عصبة كذلك. عرفنا الفرق بين قولنا عصبة بالغير وعصبة مع الغير. عصبة مع الغير، هل يكون الغير عصبة؟ لا. عصبة بالغير، هل يكون الغير عصبة؟ نعم. ما هي العصبة مع الغير؟ هي الأخت الشقيقة أو الأخت لعب مع البنت أو مع بنت الابن. فهي ذوات النصف أو ذوات الثلثين. العصبة بالغير يعني صارت عصبة به، فهو وإياها عصبة، هلك هالك عن بنت وابن، المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين،
وهذه عصبة بالغير، أصبحت بغيرها عصبة، أخت مع البنت، أخت مع البنت، هذه عصبة مع الغير، يعني صارت الأخت عصبة بسبب مع الغير، والغير هذا ما انتقل من العصبة من الفرضية إلى العصبة، وإنما هو لا يزال صاحب فرض. اقرأ. العصبة مع الغير صنفان فقط هما: الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر، أو مع بنت ابن فأكثر، أو معهما، وهذا معنى قول صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. تنبيه: إذا كان النساء ما تكون عصبة إلا إذا كانت عصبة بالنفس، أما بالغير ومع الغير فلا تكون عصبة رقيقة، كأن تكون مثلا رقيقة معتقة عتقها امرأة، تكون هذه المرأة عصبة لكونها اعتقت، لكن إذا اعتق أبوها أو جدها وأخوها هل تكون عصبة؟ لا، ما تكون عصبة. صنفان فقط هما: الأخت الشقيقة فأكثر، مع الأخت لأب فأكثر، مع بنت فأكثر، أو مع بنت ابن فأكثر، أو معهما، وهذا معنى قول صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، معهن معصبات. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، فلا تكون الأخت والبنت عصبة في حق الرقيقة والرقيق المعتقة، إذا هلك هالك عن زوج وبنت وأخت شقيقة، كيف أخت متركة؟ نعطي الزوج الربع ونعطي البنت النصف والباقي العاصبة وهي الأخت، لكونها عصبة مع أختها، مع الأخت، مع البنت. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. هلك هالك عن ابنين وبنتين. نعم، كيف نقسم؟ أربعة أشخاص عن ابنين وبنتين، من يقسم لي؟ المسألة من عدد الرؤوس، المسألة من عدد الرؤوس للابنين والبنتين، لكل واحد منهما سهم، للابن سهمان وللبنت سهم واحد. هلك هالك عن بنت وعم وأخت لأب، عن بنت وعم وأخ لأب، أخت لأب. المسألة من بنت وأخت شقيقة أو لأب، مسألة من اثنين، البنت النصف واحد فرضا والباقي للأخت تعصيبه، وهل للعم شيء؟ لا. هلك هالك عن ثلاثة أعمام وبنت وأخت لأب،
المسألة من اثنين للبنت النصف واحد وللأخت الشقيق الأخت الأب عن الباقي تعصيبا. وهل للأعمام شيء؟ من حجبهم حجبهم الأخت لأب لأنها تحجب من في مستواهم، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: لكانت الأخت الشقيقة عاصبة مع غير حجبت كل من يحجبه، كذلك الأخت لأب عاصبة مع غير حجبت كل من يحجبه. هلك هالك عن ابن 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 وأخ شقيق وعم ابن ابن شقيق ابن 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 شقيق ابن 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 وأخ شقيق وأخ لأب. المال للابن الابن وإن نزل، لأنه مقدم على الإخوة، يعني جهة البنوة مقدمة على جهة الإخوة بجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلها. هلك هالك عن ثلاثة أبناء ابن، ثلاثة أبناء ابن وعم شقيق. المسألة من ثلاثة أبناء الابن اثنين من واحد، واحد أبوه واحد، واحد أباه واحد، والاثنان أبوهما آخر، لمن يكون المال؟ وهل يتساوون فيه؟ يتساوون فيه لأنهم إدلاءهم بجهة البنوة، لا إدلاءهم بجهة أن هذا ابن ابن وهذا ابن أخ أو بنت ابن أو نحو ذلك. هلك هالك عن ابن ابن وبنت ابن وعم شقيق وعم لأب. المسألة من اثنين من ثلاثة من عدد الرؤوس، لابن الابن اثنان ولبنت الابن واحد. هلك هالك عن بنت وثلاث بنات ابن وابن ابن. هلك هالك عن ثلاث بنات ابن ابن وبنت وابن ابن. مسألة من اثنين، البنت النصف واحد ولبنات الابن مع أخيهن الباقي تعصيبا. هلك هالك عن بنتي ابن وعم شقيق. هلك هالك عن بنتي ابن وعم شقيق. مسألة من ثلاثة، لبنتي الابن ثلثان اثنان وللعم الشقيق الباقي وهو واحد. بس إن شاء الله الدرس القادم نأخذ الأسئلة أعرف التعصيب لغة واصطلاحا، وين أقسام العصبة من الإجازة، لكن من قسم العصبة من النفس. مع
من العصبة بالنسب ومن العصبة بالسبب؟ من هم العصبة بالسبب؟ في عصبة بالسبب، نعم، وهم المعتق وذوه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.